تقويم تشخيصي في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة ثانية ابتدائي. قبل البدء بالتقويم لا تنسوا وضع جامٍ وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. الأعداد الأصغر من 100، قراءة، كتابة، ترتيب، مقارنة. التقويم، لاحظ معي، أكمل كتابة الأعداد في كل شريط. عندي هنا الشريط العددي، سوف نكمل كتابة الأعداد. عندي الشريط الأول يبدأ من 50، سوف نكمل الكتابة حتى نصل إلى 59. 55، سوف نكتب 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59. كتابة الأعداد من 50 إلى 59. 60، نبدأ كتابة الأعداد. 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69. من 60 إلى 69. 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39. باش تعلموهم يحفظوا الأرقام راح ترسموهم جدول، راح ترسموهم جدول يكتبوه لك. خلي ابنك يكتبوا لك من 0 إلى 100، يكتب لك الأرقام، عمري له الخانات وخلي يكتب الروح، وديري له 0 1 2 3، خلي يكتب الروح والأرقام، ديري له نقاط وخلي يكتب باه يحفظ الشريط العددي. ديري له جدول وخلي له يكتب. صل بخط، لاحظ معي، صل بخط. عندي هنا 13، عندي 45، عندي 20، عندي 54. 13، سوف أبحث عن العدد 13 وأصله. 13 هنا، 3 زائد 10، 13 أيضا هنا يربط. 45، 4 زائد 50، 20، سوف أربط في العدد 20. 54، أربط في 54. أصل، عندي 47، معناها 7 وحدات و4 عشرات، 7 وحدات و4 عشرات. 53، 3 وحدات و5 عشرات، الوحدات هي في اليمين والعشرات بعدها. 36، 6 وحدات و3 عشرات. 21، 1 وحدات و12 عشرات. التمرين الأخير، اكتب كل من الأعداد الآتية في الخانة المناسبة. هنا عندنا مجموعة أعداد راح نضعها في هذه الخانات المناسبة. عندي 10، بعدها عدد، بعدها 20، 10 بعدها 19 هنا، بعدها 20، 20 بعدها ماذا؟ بعدها 23، بعدها 30، 30 ماذا؟ 30 بعدها 36، بعدها 40، 40 بعدها ماذا؟ 48، 50، 50 ماذا بعدها؟ 59، 60، 60، 69، 70، 70، 76، 80، 80، 89،
تسعة. لقد هذه الأعداد وضعناها في هذه الخانات الفارغة. نتمنى تكونوا فهمتوا، وبالتوفيق إن شاء الله مع نماذج أخرى. لا تنسوا دعم القناة بجام وتفعيل الجرس. بالتوفيق.